السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات، وبشكر كل متابعين ومحبين يوميات دودو. كل سنة وانتم طيبين وخير وسعادة وهنا يا رب العالمين. تعالوا كده نسمي بسم الله ونشوف النهارده بقى. انا نزلت جبت زينة رمضان، انا جبتها طبعا متأخر، ويا مش رمضان والتوابل بتاعتنا وحاجات حلوة كتير. الفيديو النهارده ان شاء الله هيكون متنوع وحلو قوي. هنلزق مع بعض كده الاستيكر بتاع المطبخ، وهنشوف انا جبت ايه النهارده معايا. تعالوا كده نسمي بسم الله وعلى طول نبتدي. حطي احلى لايك وكل سنه وانتم طيبين. بصوا الجمال، نبتدي بالجميل ده اهو. ده فانوس حلو جدا، مش هقول لكم بقى اسعار لان طبعا كلكم نزلتوا اشتريتوا، فالاسعار مش هتفرق معاكم قوي. وجبت المخدات دي كمان كده اهي، شكلها حلو جدا للولاد. بصوا قهوة الفيشاوي، ومش عارفة مين ده بيع بالايه يعني. المهم اهي جايبة كده تلات مخدات، هحطهم كده على السرير بتاع الولاد. حطي لايك وكملي الفيديو معايا للاخر عقبال لما اشيل المخدات. انا جايبة تلاتة زي ما قلت لكم اهو، بوبو طمطم كده، والدنيا جميله جدا. شلت كده المخدات وجبت عندي، جبت ايه تاني عجبني؟ الراديو ده اهو حلو قوي قوي قوي. ده علبه مناديل، فكرته حلوه جدا. ثانيه واحده انزل لكم بس الكاميرا اهي. بصوا في كمان درج كده تحطي فيه مناديل، تحطي فيه اكسسوارات، اي حاجه تبقى حلوه قوي. بصوا الشكل بتاعه تحفة، خليه هنا جنبنا دلوقتي. وبعد كده جبت ايه الاستيكر بتاع التلاجة ده، عجبني برده مغناطيس اهو، مغناطيس يلزق على التلاجة برده. فؤاد المهندس وعم شكشك وبكار والمعم المسحراتي، حلو قوي. وجبت كمان طبعا ده حاجات للريسبشن وللشقة كلها مش للمطبخ بس. بصوا حلوة قوي، عجبتني برضو فكرتها، بتتعلق كده بقى تعلقيها اهو، نفس الفكرة برضو حلوة قوي. عايزة احلى لايك وكل سنة وانتم طيبين. عندي كمان فكار وبوجي وطمطم، لا بوجي اهو حلو يحلو وجميل جدا. جبت بقى دي ستارة، بس مش هينفع ان انا هفتحها لكم. دي ستارة شراشيب، ممكن في الاخر اصورها لكم لو لما اركبها، مش هركبها طبعا في المطبخ. وعندي ده كل ده كل ده حاجات كده اهو، مثلثات خيامية رمضان، هنركبها في الصالة وفي الريسبشن، كذا حاجة كده تمام كده. والطاولة حلوة قوي، عجبتني جدا، عشان الولاد بيسحروا بقى بيهم لما ساعة السحور. عندي واحدة من السنة اللي فاتت بس جبت لهم دي، فكرتها عجبتني يعني. وجبت الاستيكر ده، هنلزق على الحيط وكمان على الرخامه، هنلزق حالا دلوقتي مع بعض. ومعايا كمان بصوا الجمال، شكلهم حلو قوي قوي قوي. رمضان كريم، ولادي كانوا زعلانين جدا ان انا ما نزلتش وجبت لهم حاجه رمضان. ثانيه واحده بقى هفك الفانوس ده اهو، نورته طبعا مش هيبان دلوقتي لما نطفي النور كله. بصوا شكله حلو قوي 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 اهو. وكمان عندي فرع النور ده اهو، استنى لما ننوره مع بعض. مشكلتي في المطبخ ان اللي عندي الفيشه بعيده عن ال، بصوا بقى الجمال حلو قوي زي ما قلت لكم، مش هيبان قوي
هعلق برضو النور هنا كده في المطبخ، هنعلق حاجات بسيطة كده ما تبقاش ايه اوفر يعني. وجبت القمر دي لبنتي، قالت لي صورها يا ماما، قلت لها حاضر. وطبعا معاهم فوانيسهم، فوانيسهم بره بقى. وجبت كمان الشريط ده اهو، بصوا. وجبت النور ده شكلها حلو قوي، بصوا. هنحط هحط منهم كده في الفانوس، شكلهم حلو قوي. قولي ايه رأيكم بقى في المشتريات بتاع النهارده. ومعايا تاني برضو الستيكر، وحوي وحوي رمضان كريم. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو اهو. بصوا طبعا ده يعني بجد ربنا يرحمه، فؤاد المهندس وعم شكشك. عم شكشك بقى اللي هو البوكي. وطبعا في فوانيس، ده استيكر بيتعلق بيتلزق في الحيط. جبت طبعا الفازه دي، كيوت كده وشكلها حلو اهي برضه، عشان نزين بقى. انا عايزه افضي كل الرخامه دي، مش هخلي فيها حاجه. طبعا جبت بقى زي ما انتوا عارفين الفستق السوداني والبندق. الفستق اهو، وبندق ولوز وزبيب وشطلطات. وورق لورا، مستكة طبعا عشقي في الاكل اهو. قولوا معايا فلفل اسود وكمون وكزبرة، طبعا مناديل، دقيق، يعني حاجات بقى ايه الحاجات دي بسيطة جدا، بلح واللازم منه طبعا. من هي مش رمضان، انا جنبي العطار بجيب حاجات كده قليله على قدي، مش بجيب كتير. هفضي بقى الرخامه ونبتدي نسمي بسم الله، ونلزق مع بعض الاستيكر بتاع المطبخ، ونشوف شكل المطبخ في الاخر كله بالنور بقى شكله عامل ازاي. حطي لايك، وهروق الرخامه وارجع لك. غمضي عينك فتحيها هتلاقيني. انا فضيت كده الرخامه، بصوا كنت جايبه الفازه الكيوت الصغيره دي، حلوه قوي برضو. هنبتدي نعمل ايه؟ اول حاجة انا هعمل الرخامة بتاعت اللي هي تحت دي. شكلها حلو قوي يا رب، بصوا تحفة، شكلها حلو جدا. اول حاجة طبعا بنشيل اللزقة دي، وهقولك عشان يبقى سهل معاكي هتعملي ايه. ثانيه واحده، ثانيه واحده عشان نركز اهو. بالراحه خالص كده بتشيلي ده، خلي بقى كده الطرف ده كده ماما. استني يا جنة بصور. بصوا
واضح معاكم كده من الصوت اهي بكل سهوله، بتبقى معاكي مظبوطه جدا اهي. شكله حلو جدا صدقوا. علقت بقى دول كده في المطبخ لغايه ما نشوف، بس نخلص ونشوف هنعلقهم فين. واو بصراحه منظره تحفه، عجبني جدا يعني، حلو قوي غير الاحمر. وبرده قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. باجي من هنا كده بقطع شويه كده عشان تسهل عني. بصراحة بيغير شكل المطبخ خالص، بس المنظر تحفة. عملت كده اهو، بصوا حلو قوي بقى كده. ايه بقى عندي كده النور، ونشوف الشكل النهائي عامل ازاي. انا كان جايبة الفوانيس دي بتنور برضو، شكلها حلو قوي. وجايبه النور ده، شايفه ان ده رقيق كده وحلو ده للمطبخ. هعلقه بقى وننوره ونشوف في الاخر. ما شاء الله خلصت كده المطبخ. بصوا شكله بقى تحفه، حلو قوي بجد، عجبني جدا بقى الايه. بصوا النور حلو قوي اهو. تعالوا بقى نشوف البوتاجاز. وده يا حبايبي البوتاجاز اهو، بصوا اهو بصوا. انا عامله طبعا الازاز بس، والجنب اللي انتوا ايه طبعا اللي انا بستخدمه اهو. شكله حلو قوي قوي قوي. استنى انا هطفلكوا بقى الاضاءه. بصوا الفانوس حلو قوي قوي، شكله رايق جدا، حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين يا رب. يا حبايبي الفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم. معلش هو هينزل متأخر بقى غصب عني، كلكم عارفين ان انا تعبانة، فيدوب لحقت على طول عشان الولاد كانوا زعلانين جدا ان انا ما عملتش الزينة وكده. يا دوب خلصت الحمد لله الشقة. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا ينعاد عليكم يا رب الأيام بخير وصحة وسعادة وهنا وسرور يا رب. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. بصوا اهو طبعا وانتي مش في المطبخ بقى تدخلي كده على المطبخ، بيبقى شكله بجد تحفة، حلو قوي اهو. وهخلي الرخام عندي كده دايما معلهاش حاجة اهو. قولوا له ايه رايكم بقى، حاجه بسيطه كده ايه. بصراحه غيرت منظر المطبخ نهائي نهائي نهائي. يلا يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، وسلام عليكم.